احبك يا ياسمين بصراحه. انا عارف ان انا قلتها لك قبل كده في البيت عندي، كان عارف، بس انا الفتره الجايه هقعد اقولها كتير عشان تثبت في بقى. لا، وعشان حاجه تاني، عشان صراحه انا اول مره احسها واقولها. مش انت كنت بتقولها كتير من قبل؟ اه طبعا كنت بقولها كتير، ما انا شاب وليا علاقات نسائيه كتيره يعني ليا متطلباتي وليا حاجاتي واحتياجاتي الخاصه، بس مش اكتر. بس إذا كنت بتقول للبنت اللي كنت معها بحبك بدون ما تحس فيها، فأنت بتكون عم تضحك عليا. طب ليه ما تكونش هي اللي بتضحك عليا؟ اه أصل أنا غلبان ومسكين وبضحك عليها بسرعة صراحة. وبعدين ما تحسبهاش مين بيضحك على مين، يعني ممكن أكون كنت بحاول أوهم نفسي إن أنا بحبهم. ليش أنت مضطر تعمل هيك يعني؟ فراغت عين، وفراغت وقت، فراغت إحساس، فراغت حي، هو في فراغ في الموضوع يعني عشان نبقى صراحة. فراغت شو هي؟ ما أنت ما شاء الله عليك شغلك مقتل بعده. ياسمين انا مخرجك وعزمك وكده عشان نحسب بعض، قول لي امسك الخشب، امسك الخشب. وبعدين الشاي بتاعي ده من غير سكر، ما فكرتيش تحطي لي سكر ولا تعملي اي حاجه؟ ما انا قاعد مع بنت على الفاضي يعني، انا عارف اللبنانيين ذوق ومزبوقين وبتاع. خلاص خلاص حط انا، خلاص سيبك بقى من الحاجات دي كلها، ماما عايزه تشوفك. مش انت قلت لي عني؟ انا ليا سيره غيرك، ده انا اصحابي كلهم زهقوا من كتر ما بتكلم عليك هنا وبره وفي كل حته في الدنيا. انا بتكلم عليك ليل ونهار لدرجة إن فريدة هاني ملاقي أمي يعني حبيتك من غير ما تشوفك. حبيبتي أنا كمان بدي أتعرف عليها. شوف الموعد اللي بيناسبك وأنا جاهزة. إيه ده على طول كده؟ مفيش استنى أشوف أفكر أي حاجة تتقالي تتمنعي، مفيش الكلام ده عندكم؟ ها ماشي، حلوة السهولة حلوة برضه. طب خالد أخويا عيد ميلاده الأسبوع اللي جاي وإحنا عازمينك، إيه رأيك؟ كل سنة وهو طيب. وأنت طيبة يا حبيبتي. أنا بقدر أجيب يوسف معي؟ يوسف مين؟ يوسف الصغير؟ يعني طبعا ينور ويشرف ابو يوسف، بس يعني زي ما تقولي كده يعني اللي يعني تخلي الطلعه الاولى لوحدك عشان امي وهنا يعني موضوع مطلقه وموضوع ابني. مش قصدي حاجه والله خالص، ما كده كده هتعرف احنا هنخبي عليها. لا طبعا، طب انا اوعدك ان انا هجيب ماما ونروح نزور يوسف مكان ما هو موجود. ماشي؟ اوكي. انت زعلتي؟ لا ابدا. والله لو زعلتي خليه برضه موجود. بالعكس متفهمه الموضوع. اه طبعا يا حبيبتي ربنا يخليك. تشربي بقى ال... ما تجيبي انت اللي بتاكلي انت الشاي ولا اخد شغل؟ لا انا طلبت هيدا. ماشي ماشي هيدا. ما بحب الشاي انت بتعرف. ان شاء الله يا حبيبتي. روح. عايزك جايب لنا يوسف من اول طلعه.